الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي وبعد. عليه الصلاة والسلام. فأحمد الله كثيرا على ما من علي من النعم، ومنها نعم التعلم وتعليم القرآن في بلد ينزل فيه القرآن. الله. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. الطالب عمر الشمراني، عائلة الشمراني عائلة مباركة، وقد حفظ من هذه العائلة الكريمة المباركة كتاب الله عز وجل حوالي 8 أشخاص عندي، منهم عمر الحسن الشمراني وعمه عبد الله ضيف الله الشمراني، وعيال عمومته وإخوانه إبراهيم وحمزة، تبارك الله، ذرية بعضهم من بعض. وهي عائلة قرآنية مباركة زادهم الله شرفا وعزة. ما شاء الله. وعمر ممن التحق عندي في المدرسة بعام 1435 حتى ختم عندي، والتحق في فصل المسابقات بالجمعية وما زال فيها الحمد لله. وهو طالب مجتهد من الطلاب المتميزين أدبا وخلقا، ويحب الخير للطلاب للمشايخ حقينه الحمد لله. الشيخ محمد، لو تعطينا فكرة عامة عن، وأنت أحد المعلمين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، لو تعطينا فكرة عن الجمعية وأنتم كمعلمين فيها، كيف وجدتم تجاوب الجمعية معكم، دعمها لكم، كذلك تشجيعكم؟ طيب، أولا أنا ابن الجمعية، لأني أنا التحقت بالجمعية من عام 1395 هجرية. ما شاء الله تبارك الله. أيوة، كنت طالب أو معلم؟ كنت طالب. كنت طالب، هذا بعد فضل الله تعالى، ثم بفضل والدي وشيخي الفاضل المتقن محمد عبد الله حاجي عبد الرحمن، ما زال مدرسا في الجمعية منذ 50 سنة. تبارك الرحمن. أيوة، والحمد لله أنا اختبرت في الجمعية من عام 1399 هجرية، وتخرجت في من الجمعية. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله، الحمد لله. وبدأت معلم متعامل مع الجمعية من عام 1402 حتى 1412 متفرغ، والحمد لله الجمعية كل فيها خير. الحمد لله. الأخوة المسؤولين في الجمعية، الرئيس وأعضاء مدير التنفيذي والشؤون التعليمية، الحمد لله كلهم ما وجدنا منهم إلا كل خير الحمد لله. وإني أحد خريجي جامعة الإسلامية من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية من سنة 1416-1417. ما شاء الله، ما شاء الله. طيب نبي عمر، إذا عندك رسالة توجهها للشيخ محمد أستاذك وشيخك. والله الشيخ محمد له فضل كبير علينا بعد الله سبحانه وتعالى، يعني الشيخ مربي وشيخ فاضل ووالد كريم، يعني تعلمنا عنده الشيء الكثير. فشيخ محمد أنا ما أستطيع والله أني أوفي حقه إلا والله بالدعاء، يعني كثرة الدعاء له وكثرة يعني ذكره بالخير، وهو يعني نرجو منه انه دائما يعني احنا نكون عند حسن ظنه، واحنا ان شاء الله نكون يعني من خير الطلاب ومن خيرة اللي يمثلوا الشيخ باذن الله، ونكون باذن الله يعني استمرار لمسيرة الشيخ واستمرار لتعليمه الناس الخير باذن الله، نسأل الله يعني من فضل العظيم. احنا نطلب من الشيخ انه يعني انه يدعي لنا ونذكرنا بالخير، هذا الشيء اللي نتمناه والله. بارك الله فيك. هل في رساله تختم فيها شيخ محمد؟ والله الرساله يعني اولا نشكر قاده هذه البلاد المباركه لاهتمامهم البالغ بكتاب الله تعلما ونشرا وطباعه وانشاء جمعيات ومراكز لتعلمه وتعليمه، واشكر بالخصوص امير المنطقه المدينه المنوره صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان حفظه الله، الرئيس شرف الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم. شكرا، شكرا لك شيخ محمد. واخص بالشكر رئيس مجلس اعضاء الاداره الجمعيه الاستاذ الدكتور علي سليمان العبيد، واعضاء مجلس ادارته ومدير التنفيذي ابي عبد الله تركي شهراني، وشؤون التعليميه فضيلة الشيخ الدكتور خالد لطيف الحبيدي، على ما هيئوا للمدرسين
الحمد لله أولا وأخيرا لهم فضل بعد الله علينا.